مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. معكم مباشرة من منطقة مزبوط في اقليم الخروب، معكم محمد زناتي ويوسف فواز. تعليقا على الخبر المتداول منذ صباح اليوم عن العثور على، اذا فينا نقول، صور او على، اذا فينا نقول، نجمة داود في بعض على بعض الحيطان في منطقة اقليم الخروب. نحن الان متواجدون في مزبوط، حيث يعني كان هناك كما كان يعني واضحا هنا في هذه النقطة شعار نجمة داود. طبعا هذا الموضوع يلي مشاهدينا أخذ كثير من ردات الفعل والحديث عبر السوشيال ميديا. شباب منطقة بلدة المغيرية أصدروا بيان تعليقا على الخبر الذي نشر صباح اليوم حول وضع نجمة داود على جدران في بلدتي مزبوط والمغيرية. أكد عدد من الشبان أن هذه الرسومات قديمة، ويعني قام بها شبان من المغيرية منذ مدة، وقاموا بطلسها باللون الأحمر على شكل إكس، وكتبوا وقتها جملة إسرائيل شر مطلق، وهي كانت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا الفلسطينيين في مدينة جنين. وشدد الشبان على تضامنهم وتمسكهم بالقضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، وأعربوا عن أسفهم لفهم الموضوع بشكل خاطئ، مؤكدين أن المغيرية كانت وستبقى منبع الرجال الوطنيين عبر التاريخ. فإذا يعني هذا البيان يلي صدر عن أهالي بلدة المغيرية اللي أكدوا أنه هذه الرسومات بحسب ما قالوا أنه قديمة العهد، ووضعوا فوقها علامة الإكس. حيكون معي مختار بلدة مزبوط أستاذ محمد سيف الدين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا طبعا يعني أنتم كفعالية منطقة مزبوط شفتوا فجأتوا اليوم بهيدا الخبر على السوشيال ميديا بشكل عام. بداية خبرنا كيف بلغتوا الخبر وكيف تابعتوا الخبر كفعالية منطقة؟ يعطيكم العافية. أول شيء تاني شيء هيدي نحن ما بنعلي على هيدا الموضوع، لأن مزبوط والمغرية ومنطقة إقليم الخروب منطقة وطنية ومناصرة للقضية الفلسطينية. هيدي أنا أعتبرها شيء عابر وشيء يعني ولادي، ما أنه عمل شيء كبير، وبنعتبره كتير سخيف، لأن منطقتنا هي مع أصلا منطقة عربية إسلامية وعندهن عصمة، يعني وأبدا أبدا ما في للكيان الصهيوني أي دليل على وجودهن بإذن الله. يعني هذه الصورة أو هذا الشعار مبين واضح إنه يكون في فوق إكس، يعني اللي حاطه حاطط نقصة فوق إكس، بمعنى إنه هو عم يرفض هذه النجمة. يمكن مش موضحة كانت الفكرة بطريقة صحيحة. خبرنا كيف عمليات المنطقة، كيف تعاونتوا، يعني إجت القوى الأمنية حققتوا؟ إجت القوى الأمنية، بس أنت بتعرف وضع البلد، يعني اليوم القوى الأمنية مش قدران تضبط شيء، أقلها الدراجات النارية لكل العالم، مع السوريين مع كذا، الفوضى الدائمة. وبنطلب القوى الأمنية أنه صحيح هي على الأرض بس هي في غياب، بس هذه الإشارة إشارة الموجودة عليها إكس، يعني ما بقدر أجزم لك أنه هي قديمة أو حديثة، بس أنه نحن أرض هون أرضنا الحمد لله ما فيها أي عميل لليهود، لأن هن بالأساس وطنيين وعربيين وإسلاميين، وخاصة شباب المغاريين هن بيتمسكوا بالقضية الفلسطينية. أنتوا بالعادة تمروا من هذه المنطقة، لكم عادة تشوفوا شعارات؟ لا 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 لا، ظاهرة كتير غريبة على المنطقة كتير، وبتصور عمل ولادي، ما بتصور عمل يعني شيء أو أيادي خبيثة حابة يعني تعمل شيء، بس ما بيطلع بإيدها شيء. طيب، لأن شبابنا أوعى من هيك. بحسب المعلومات أنه كان في أكثر من إشارة بأكثر من منطقة، بس هذه أكثر منطقة، أكثر وحدة كان بين فاعة أو كان بينين قدام. هذه الإشارة هاي ضمن عقار مزبوط، مش المغيرية. لا مش المغيرية، بس شباب المغيرية بيقولوا أنه هذه الإشارة قديمة، نحن ما بنقدر نقول غير هيك يعني، بس أنه للتبيان والحقيقة أنه نحن عايشين بجو ما في أي خبث، يعني هذه أيادي خبيثة أكيد 100% اللي أقدمت على هالشيء، لأن نحن معروفين يعني من المناصرين للقضية الفلسطينية كلياتنا. تمام مختار. فإذا يعني أنتم برأيكم هيدا الموضوع، يعني أنتم عم تعطوا معه بطريقة أنه هو موضوع عادي جدا، موضوع عادي جدا جدا وعابر، وأنا شايف أنه يعني عادة. سبحان الله تكبروا الإعلام شوي، ونحن بنحاول نصغره، نحن عم نعطيه حجمه، هذا نحن بدنا نعطيه حجمه الطبيعي، هو لا شيء، هو وإن شاء الله على أرضنا ما بيكون في
عمال الصهيونية. نحن الهدف من هذا الموضوع نحن نعطي الفكرة الصحيحة اليوم للناس. أعطي الفكرة الصحيحة للناس وقال لهم إقليم الخروب، إقليم وطني، إقليم إسلامي، ويحب العيش المشترك مع كل الطوائف. بس ولا يمكن نحن يكون لحظة من الزمن نكون عابرين ونكون نحب الصهيونية، بالعكس أعدائنا على الأرض وبديننا. خبرنا أكثر شوي اليوم، يعني برأيك أنت إنه إزالت هذه الشعارات تم إزالتها وتم تنظيف؟ أكيد 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 ما بتضل هذه الشعارات أكيد. حتى أي واحد بيمرق لو هو بيده بيقوم بهالشي، يعني ما بده التكليف، يعني لأن نحن ما بنرضى بهذه الشعارات. مختار أستاذ محمد، أنا بتشكرك كلك ذوق. يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت، مثل ما استمعنا إلى هذا البث المباشر من يعني من مختار المنطقة ومن القيمين هون، أكدوا أنه هيدي يعني بحسب المعطيات اللي خبرونا عنها أنه هيدي هيدي القديمة، منا جديدة، وهيدي هيدي صور هيديك الفريق شارب بدك هيديك صورها ولا لا؟ لا 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 نحن مضبوط، خلينا نشوفها بس. عفوا ما كانت واضحة. لا هي بس وضحها هيدا ايضا، يعني هو شعار موجود حده اسرائيل. حضرتك انت هون فيك تحكي لنا، خبرنا الخبرية شو صار؟ ما بدهم يحكوا، هذا ممنوع. طب بدون ما تبين بالصورة، بس بالصوت. بس بالصوت. لا 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 فاذا يعني مبين هون حبيبي مش الحال. كل نحن هذه شعارات، شعارات ما بتاثر. نحن شباب وراوي شباب مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت، يعني توضيح من احد ابناء هذه المنطقة عم بيقول انه هذا الشعار وضع وحطنا عليه علم اكس او اشارة اكس، وكتب حدا هون شعار اسرائيل شر مطلق. هذه حدث منذ يعني اغتيال ابراهيم النابلسي واغتيال الصحفية شيرين ابو عقلة. يعني هذا بحسب يعني بصروا ما افاد لنا احد الاشخاص من هون ابناء هذه المنطقة، انه هذا الشعار ليس بجديد او ممكن مستحدث او ممكن عاطي لون الزيادة، بس انه هذا الشعار اللي وضع وتبين هون هو شعار قديم. فبالتالي كل ما نشر وكل ما قيل عن انه هناك شعارات جديدة كتبت في اقليم الخروب، شعارات نجمة داود، هي غير صحيح. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت، أردنا في هذا البث المباشر الإيضاح والتوصيل الفكرة أن هذه الشعارات التي كانت موجودة هي قديمة، وهي كانت موجهة تحت شعار، يعني ما بعرف إذا بين معنى يوسف، إسرائيل شر مطلق. وإذا نرجع للصورة اللي كانت موجودة عليها شعار الإكس الأحمر، يعني فإذا مشاهدينا الكرام، هذا هي الحقيقة وهذا هو المشهد. رح نحاول بس فرجيكم على الصورة قبل ما تنمحها. فإذا هذه الصورة التي وضعت كانت موجودة، يظهر الإكس الأحمر عليها، وأيضا هنا نفس الصورة، إسرائيل شر مطلق. يعني فأردنا في هذه الصورة بس إيضاح أن هذه الشعارات هي قديمة، ويعني بحسب البيان اللي صدر عن أبناء المغيرية هو قديم، ربما كانت يعني هنا كان اللون الأزرق فائع أو مستحدث ما بعرف،
بس بحسب المعطيات وحسب ما افاد لنا اهالي بلده المغيريه انه هذه شعارات قديمه ووضعت اثناء او احتجاجا او رفضا لاغتيال الصحفيه شيرين ابو عقله. فاذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زينت يوسف هو صوت بيروت انترناشونال.